هذا الهجوم الذي تحدثنا عنه المتزامن في الخرطوم وفي أكثر من موقع من قبل الجيش على مواقع ميليشيا الدعم السريع، كيف يؤثر برأيك على داعمي ميليشيا الدعم السريع الإقليميين والدوليين؟ طبعا هذا الهجوم يكشف الآن جليا أن ميليشيا الدعم السريع بالمناسبة تعيش مأزقا كبيرا. هنالك إمداد كبير يأتي للميليشيا الآن من ناحية التسليح، لكن من سيقاتل في صفوف هذه الميليشيا؟ بالمناسبة حتى المرتزقة الذين أتت به ميليشيا الدعم السريع المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر من 9 دول، حتى هؤلاء المرتزقة الآن هم عازفين عن الذهاب إلى السودان. السودان أصبح بالنسبة لهم مقبرة. كل يعني الهجمات الكبيرة التي هوجمت بها مدينة الفاشر، والفاشر هي مدينة في ولاية كبيرة في إقليم كبير يتبع للسودان في النهاية، لكن هي مدينة واحدة، أكثر من 130 هجوما في هذه المدينة. كل هذه الهجمات باءت بالفشل، وراح ضحيتها عدد كبير من جنود هذه الميليشيا، راحوا في الهلكة والقتلى. لذلك الآن مسألة الارتزاق أصبحت خطرا لهذه الميليشيا، ويعني لديها تسليح كبير. عندما يقوم الجيش السوداني بهذه الوثبات ويكشف يعني حجم الضعف الذي تعيشه الآن هذه الميليشيا، وبالمناسبة أنا أتحدث معك الآن هنالك مجموعات تسلم نفسها في ولاية الخرطوم تحديدا في منطقة بري، وهنالك هجوم الآن يعني ربما يبدأ على منطقة الجيدي. عندما تقوم القوات المسلحة بهذه الهجمات المتواصلة والمستمرة، بالتأكيد هذا سيكسر شوكة هذه الميليشيا، ويقدم رسالة لداعمي هذه الميليشيا الإقليميين والدوليين. كما ذكر رئيس مجلس السيادة في خطابه أن إرادة الشعب السوداني ستنتصر. أنتم تريدون أن تحتلوا يعني هذا البلد، أخرجتم أهله من بيوتهم من قراهم من مدنهم، يعني خنتوا العهد الذي قدمتموه، وكانت هنالك ثقة كبيرة في الدعم السريع عندما لم يكن ميليشيا بالمناسبة في وقتها كان قوة في هذه الدولة، وكان معترف بها وكان يمكن أن يقوم بأدوار كبيرة، لكنه خان الشعب السوداني أولا، ثم خان العسكريين الذين جلس معهم في إدارة أسدة الحكم، واستعان بعدد قليل من الساسة ربما وسوسوا له ومهدوا له الطريق، لكن نتيجة تصرفاتهم الآن هم يحصدونها. الآن القوات المسلحة قادرة تماما أن تحسم هذه المعركة. الآن نستطيع أن نقول أنها فعلا هي مسألة وقت، ليس إلا تسليح الذي يعني وصل إلى القوات المسلحة يمكنها من ليس فقط التصدي بل الهجوم. منذ بداية هذه الحرب أول هجوم تقوم به القوات المسلحة بشكل كبير هو بدأ بالأمس. كل الهجمات كانت تكون هجمات صغيرة ونوعية، ولم تكن هنالك هجمات أصلا، كانت القوات المسلحة تدافع عن مناطقها، لكن أن تقوم الآن بهذه الهجمات تجاه ميليشيا الدعم السريع فهي رسالة واضحة لداعمي هذه الميليشيا أنه الآن انتهى الوقت، ويجب عليكم أن توقفوا دعمكم وأن تخرجوا من هذا البلد. أشرت إلى مدد عسكري جديد وصل إلى الجيش السوداني، هل فهمت هذا صحيحا سيد أحمد؟ ولو كان كذلك ما هو المصدر؟ هل جاء عبر مصادر معلومة؟ يعني التصريحات السابقة لقادة الجيش للفريق والركن ياسر العطا في سابق الأيام تحدثوا كثيرا عن أنه الآن هنالك أسلحة جديدة وصلت إلى القوات المسلحة. رجح في الأخبار أن جزء من هذه الأسلحة كانت ضمن صفقة قديمة مع واحدة من الشركات التركية، لكن لم تكتمل في بداية الحرب، واكتملت الآن الإجراءات ووصلت هذه الشحنات. هي أسلحة ربما تدعم سلاح الطيران بالمقام الأول، وأسلحة أيضا ثقيلة، أسلحة مدفعية وقاذفات، كلها أسلحة مشروعة من حق القوات المسلحة أن يكون لديها تسليح. هذا الأمر أعلنه أكثر من قائد وتحدث عنه قادة القوات المسلحة في أكثر من مناسبة، وهو أمر معلوم. الغريب في هذه الحرب يا سيدي أن القوات المسلحة كثيرا ما تتحدث عن معلومات عسكرية، لكن استهتار هذه الميليشيا واستهتار داعميها بالجندي السوداني وبالمقدرات العسكرية السودانية يجعلهم دائما يقعون في نفس الخطأ.
يعني عندما تم تسليح الجيش، تحدث قادة الجيش أنه لدينا الآن تسليح وسيغير مجرى المعارك. استهترت الميليشيا فذاقت الهزائم. تحدث أيضا قائد مساعد القائد مساعد قائد الجيش عن أنه المرحلة الفترة القادمة سيكون هنالك هجوم كبير وهجوم شامل في عدد من المحاور لهذه الميليشيا. استهتروا بهذا الأمر، وهو الهجوم قد بدأ، وهم راحوا قتلى وجرحى ومأسورين. القوات المسلحة واضحة في هذه المعركة لأنها تتبع سبيل الحق وتدافع عن الأرض والعرض، أما هذه الميليشيا ليس لديها ما تدافع عنه وليس لديها قضية، هي فقط تريد أن تسرق وتنهب الشعب السوداني. نعم، وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. سيد أحمد ناجي، الصحفي السوداني، كنت معي طيلة هذه الفقرة من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.